أخبار العراق اليوم الاثنين 11/10/2021. السلام عليكم متابعي قناة أخبار العراق. قبل البدء لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتصلكم الأخبار العاجلة والحصرية. أول تهنئة عربية بختام انتخابات تشرين، حيث بعث أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح برقيتي تهنئة لرئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي بنجاح الانتخابات في العراق. وأشاد أمير الكويت في برقيته بما شهدته الانتخابات من مشاركة شعبية وما أبداه الشعب العراقي من حرص على أداء واجبه الوطني لاختيار ممثليه في مجلس النواب، متمنيا للشعب العراقي التقدم والازدهار. مصدر من مفوضية الانتخابات يحسم جدل موعد إعلان نتائج الاقتراع بالعراق، حيث حسم مصدر من مفوضية الانتخابات جدل موعد إعلان نتائج الاقتراع بالعراق. وقال المصدر أن نتائج الانتخابات سوف تعلن في 3 PM، وأضاف أنه تمت المطابقة الإلكترونية مع العد اليدوي. مفوضية الانتخابات تعلن نسبة المشاركة وعدد الناخبين باقتراع العراق، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين نسبة المشاركين بالانتخاب العام وأعدادهم بحسب الفرز الأولي لصناديق الاقتراع. وذكرت وثيقة من المفوضية حصلت عليها قناة أخبار العراق هذه النسبة والأعداد كما يأتي. أولاً، بلغت نسبة التصويت الأولية 41% من مجموع المحطات المستلمة والبالغة 94%. ثانياً، بلغ عدد المصوتين للمحطات المستلمة 9,077,779 صوتاً. ثالثاً، بلغ عدد الشكاوى للتصويت الخاص 16 شكوى، فيما بلغ عدد الشكاوى للتصويت العام 58 شكوى. رابعاً، بلغت نسبة التصويت في المحافظات كما يلي: البصرة 40%، ميسان 43%، القادسية 42%، ذي قار 42%، النجف 41%، المثنى 44%، بغداد الرصافة 31%، بغداد الكرخ 34%، كربلاء 44%، بابل 46%، ديالى 46%، الأنبار 43%، واسط 44%، دهوك 54%، أربيل 46%، السليمانية 37%، صلاح الدين 48%، كركوك 44%، نينوى 42%. وقد أغلقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات صناديق الاقتراع في تمام الساعة 6 من مساء أمس الأحد. ارتفاع بأسعار صرف الدولار في العراق، حيث ننشر لكم اليوم الاثنين أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي بشكل يومي وبحسب متغيرات سوق صرف العملة في العاصمة بغداد ومحافظات البلاد، حيث جاء سعر بيع الدولار 148,750 لكل 100 دولار، أما سعر شراء الدولار 147,750 لكل 100 دولار. إغلاق المنطقة الخضراء وتحديد موعد إعادة فتحها، حيث أفاد مصدر أمني اليوم الاثنين بإغلاق المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد. وقال المصدر إنه تم إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد وحصر الدخول إليها بحاملي الباجات الخاصة بدخول المنطقة. وأضاف أن إعادة فتح المنطقة الخضراء أمام المواطنين سيكون بعد إعلان مفوضية الانتخابات نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة. المفوضية تعلن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي بالاقتراع العام مع الإلكتروني، حيث أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني بنسبة 100%،
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمان الغلاية بحسب الوكالة الرسمية إن تطابق نتائج العد والفرز اليدوي في الاقتراع العام مع الإلكتروني جاء بنسبة 100%، وأضافت أن ذلك تم في جميع المحطات التي تم اختيارها بالقرعة اليدوية. الإعلام الأمني يكشف تفاصيل الإطاحة بنائب البغدادي. حيث كشفت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين تفاصيل الإطاحة بنائب أبو بكر البغدادي، وقالت الخلية في بيان: نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم داعش الإرهابية سامي جاسم محمد الملقب بأبو آسيا وأبو عبد القادر الزبيدي، لافتة إلى أنه تم اعتقال المجرم بعمل نوعي من قبل قواتنا الباسلة في جهاز المخابرات الوطني وبعملية خاصة خارج الحدود. وأضافت أنه يعد المجرم أحد أهم المطلوبين دوليا، وهو مقرب من اللجنة المفوضة لإدارة التنظيم ومقرب من زعيم التنظيم الحالي عبد الله قرداشة، مبينة أن سامي كان يشغل مناصب قيادية وأمنية ومالية داخل التنظيم، من بينها شغل منصب نائب الإرهابي المقبور أبو بكر البغدادي، كما تولى أيضا ما يسمى ديوان بيت المال في التنظيم ونائب والي دجلة. وأشارت إلى أن التنظيم واجه ضربات كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال اعتقال عدد من أهم قياداته وأمرائه، وبما يعزز أمن البلاد ويمنع التنظيم من القيام بأعماله الإجرامية في العراق، مجددة عهدها لشعب العراق بأن تكون قواتنا الأمنية كافة عينا لا تنام لحفظ الأمن والاستقرار في ربوع وطننا. وأعلن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم اليوم الاثنين الإطاحة بمشرف المال للتنظيم خارج العراق. وقال الكاظم في تغريدة له تابعتها قناة أخبار العراق: في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود للقبض على المدعو سامي جاسم مشرف المال للتنظيم ونائب المقبور أبو بكر البغدادي. وختم الكاظمي قوله: بوركت صباعد الأوفياء وعاش العراق.